هم يتكلمون مع الحكم. يلا دراري وريهم علاش كازين. يلا يلا شوف وريهم الارسنال واش كتسوى. جوج وانا ري خرجه حتى والله خسروا 100 درهم. جوج زيرو كنقول لك غنديروا لهم جوج زيرو. يلا شباخ جيل في هذه المباراة الكبيرة يبدا. جا واحد ما مكونكت اليوم بالليل. اوه فين مشاو هادو كاملين اللاعب اللي دخل. فوالا بان مين عاوتاني لاعبين نتوما. شو هنا بنادى تغيير صوف المنتخب الجزائري تم سطينا يا باقي نعاود كلاعب وسط ومدافع نحو خط ال من الفينال مع تونس في لاكوب دافريك ما فرحنا بحال هكا. من يامات باصير اشنو اللي ما طراش من يامات باصير. من دوك اليامات ما شفنا الشوارع مفرقعه بحال هكا. ماتش ديال الجيران ماتش ديال الخوت ولكن كره هذه. واخا كاين اللي ما عندوش مع داكشي ديال الجيران بحال هذا خينا هذا في يوتيوب. بحال داو الكوب دي موند راه باقا عليهم الروينه باقا عليهم. اول مره على سلامتهم يلا ربحوا ماتش مقاد. افريك سنترال عندها 7 النقاط. ما تفهموش هادشي. ما تضيف على هاد الساط هذا معقد شويه مريض. المهم فرقه مريقله دراري باقيين جون هزوا لينا الرايه ديال البلاد. المهم ونبقاو في هاد النيفو هذا. تعرفت قال لهم المسامحه. اسمحوا لي واش كاين شي واحد حتى نهار الماتش وكيمشي في حالاته مخلي بلاد على قدام عول عليه. وانتوما اللي تصرتوهم. بونجو العربي بوزافا من احدى القنوات. السؤال الذي حير الجميع وجميع الجماهير الوطنيه ما هي خلفيه الذهاب تعرفت لانه ام لانه لا ادري صراحه. هي الحياه بالكره على الاماني. السيد جيريس قضى اشياء لا نعرفها. لديك مواهب نجهلها ولديك كل شيء في الغموض. C'est incroyable. إريك ماريا كيريت تزاد في 1954 في بلجيكا. وسط اونترينور كبير ترينا دو غران كلوب بحال اف سي ليج بحال بي اس فيندوفن بحال غلاطا سراي بحال الهلال السعودي. ايه المشكل اللي عندي انايا مع كيريت ماشي هو في الاستراتيجي ديالو مدرب مريق. المشكل ديال الصاد ديما كاعي الصاد ديما مغوبش مالو على حالته. واتشات إريك كيريت ديالكم او دوزيام اونترينور لو ميو بي في العالم. تقول لي دخينا هذا ما يربحش وفهمني اخويا هاد العباد انا ما فهمتش انا هادشي كامل وبغيتي ما يربحش. مهم قصرنا كورنا كاين اللعب دراري فرحونا وشابو لهم دو ماتش. وسام السعيدي اللي فرحنا بزاف كواكو تكريم في الناظور قدو نخسروه. نهار اللي كيدير شي لعيبه مريقله كنكرموه كدوز من حدا مخازني كضحك كيكرموك كرم وجود في لا فون دو لا سيكونس.